اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس. اليوم بدنا نستعرض الهواوي واتش جي تي 2 46 ملم الجديدة من شركة هواوي. خلينا نحكي شوي بالارقام. هيدي الساعة تم الاعلان عنها بسبتمبر وحتكون موجودة بالاسواق باكتوبر. بالنسبة لوزن هيدي الساعة 41 جرام. البلد بيجي ستانل ستيل فريم، يعني الكادر تاعها بيجي ستانل ستيل ومن ورا بيجي من السيراميك. طبعا هيدي الساعة ما بينحط لها سيم كارد وهي مضادة للماء لحد 50 دقيقة. بالنسبة للديسبلاي او الشاشة بتجي اوليد، حجم الشاشة 1.39 انش، 29.6% الشاشة بالنسبة للبادي، ريزوليوشن 454x454، 462 بيكسل بير انش. بالنسبة للأوبريتنج سيستم بيجي عنا هواوي ويربل بلاتفورم. بالنسبة للموموري طبعا ما بينحط لها موموري، الانترنال موموري او الذاكرة الداخلية بتجي 4 جيجا. كاميرا ما في عنا كاميرا، ما في لاوت سبيكر، ما في فتحة سماعات، بس ال 46 مليمتر سيريز بتجي بتدعم البلوتوث كولينج او الاتصال بالبلوتوث. بالنسبة للواي فاي ما في، بلوتوث 5.1 الجديد، جي بي اس موجود، ان اف سي كمان موجود بس لتشاينا اكيد مش لباقي الدول، للصين موجود ان اف سي. الراديو مش موجود ويو اس بي مش موجود. بالنسبة للبطارية بتجي 455 مل ام. انتقل للالوان، عنا الجراي والبلاك والستانل ستيل. بالنسبة لسعر هيدي الساعة بيجي 250 يورو او 250 دولار. هيدا كان استعراضنا لساعة هواوي واتش جي تي 2 46 مليمتر الجديدة. بتمنى هيدا الفيديو يكون نال اعجابكم. بتشكركم للمتابعة وعلى اللقاء.